والتطاول ليه درجات. انا النهارده وانا بكلم مديري في الشغل، فاهم قصدي؟ هقول له بس صداقه الاب مع ابنه يا عوضي بعيد عن الاكستريمز مش حاجه وحشه. لا، صداقه في اطار الاحترام مش في اطار التطاول. صداقه في اطار الهيبه. صداقه في اطار ان انا اترعب لو ابويا عارف ان انا بعمل حاجه غلط فما اعملش الحاجه الغلط. انت مش ممكن بالحب والصداقه والاحترام والثقه ما يفكرش اصلا يعمل حاجه غلط؟ حلو بقى بالحب. حبا فابوه مش خوفا. لا، انا ما قلتش ان هو خاف مني، انا قلت ان هو يحبني، بس لازم يبقى فيه لحظه حزم. الحزم ده لو مش موجود في اي حاجه في الحياه، انت محتاج تبدل كلمه شده بحزم في كل نواحي الحياه. لازم يبقى فيه حزم، المدير لازم يبقى حازم، القائد لازم يبقى حازم، تمام، الاب لازم يبقى حازم. بس الحزم غير الشده. يعني الشده بقى، الشده بقى لو في بصي الدنيا فتحت قوي، فبقى في حاجات كتير ممكن تبوظ العيل في دماغه. احنا على ايامنا تمام ما كانش فيه الانفتاح ده. تمام، النهارده انت الدنيا منفتحه، ايوه اديله الثقه كامله، بس طول الوقت تبقى انت ماسك الموضوع، لان ابنك ممكن يطير منك في ثانيه.